جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توفي رجل وكان يملك قطعة أرض، وحينئذ كتب بأولاده الذكور أكثر من نصيبهم من الميراث، ولم يكتب للبنات نصيبهن الكامل، بحجة أن الأولاد الذكور قد تعبوا في زيادة المساحة واستصلاح الأرض. فهل ما فعله صحيح؟ وهل يكون قد ارتكب ذنبا؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه العدل بين أولاده بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعدل بين أولاده في العطية ذكورهم وإناثهم على حسب المواريث التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يحابي وأن يفضل بعضهم على بعض أكثر من حقه الذي فرضه الله له في الميراث لما في ذلك من الجور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.